منيح مهند ما قال لهم شي على التليفون، كانوا رح يقلقوا على الفاضي لبين ما يوصلوا على البيت. الحمد لله ما ضلت سيارة الشرطة على الباب، كانت الصحافة اجت ركض وهات لحتى نخلص بقى. ليه عم تسمحي لها تحكي معك بهالطريقة؟ لمين؟ طبعا لسمر. عم تحكي معك وكأنك انتي وحدة غريبة عن البيت، وانتي ما عم يطلع صوتك بنوب. مراد ما عم بتحمل، حابب اشكيها لبابا، بس يجي بابا بتغير لهجتها فورا، بتقول عم بمزح، بس بعرف انه هي ما عم تمزح. انت كنت كتير تحبها لسمر خانو. ما عاد حبها بنوب، طلعت مو مثل ما كنت متوقعة. عن جديد فهمت هالشي. لا تحكي هيك. لا بدي احكي. يا اما نحن حابين نعرفها هيك، يا اما هي عرفتنا على حالها هيك اصلا. جهزت لك كاسة حليب. اذا ما شربته بتزعلي شي؟ مو جاي على بالي. لا ليش بدي ازعل؟ شكرا لك. انا بشربه. تصبح على خير. اذا بتريد تكون هادي اكثر من هيك، اصحك تحكي شي لحدا وانت معصب ولا تزعج حالك. اصلا عم بسكت، حتى عم بعتذر مع اني ما غلطت بنوب. بجوز تكون غلطان، حاول تفكر هيك، كنت تحبها من زمان، بجوز تغير رايك فيها. تصبحي على خير. بونوي. يعني ما راح تتركيني انزل لتحت بدون ما تشربيني؟ لميس خانم، سمر خانم وفيروز خانم هن اللي طيروها لكاتيا، هن اللي خبروا عنا. انت من وين عرفتي؟ امبارح سمعتهم عم يحكوا، كانوا عم يحكوا بطريقة كتير غريبة إنه رح ألعوها من هون. محبة تعرفي شو صار؟ كاتيا ليش أكلت كف؟ شو عملت حتى فيروز خانم غضبت عليها؟ هالشي ما قلنا علاقة فيه بنوب. كانت عم تعمل معلمة علينا بالمطبخ، شو صار حتى تغير كل هالشي؟ ليش تخلوا عن كاتيا بهالطريقة مدموزيل؟ برأيي رح تطلع شغلة كبيرة من تحت راسها، وكبيرة كتير. ما بعرف لأي درجة صح الحكي بهالشي، بس السكوت عم يصعب علي. إذا ما بتعصبي بدي أحكي لك شغلة تانية مدموزيل. مو حابة أحمل خطية حدا، بس وقت اللي بتوصلي بعض الشغلات ببعضها. أحكي سهيلة. بصراحة ما شفت شي بعيني أبدا، بس صار عندي شك كبير. هلأ هذا حلمي أونال كان عم يدعي شوية أمور. إيه؟ وتذكرت شوية شغلات وقت كنت قاعدة عم بحكي مع شهيرة. مثلا رضا شافها لسمر خانم مع مهند لأول مرة، كانوا بالمينا، فكرها حبيبته، بس بعدين إجا على البيت وجاب لنا سمك، وقت عرف إنه هي خانم هالبيت من بعد ما خربط فيها بالأول. وبعدين رحت مرة من المرات على اليخت مشان أخذ له جهاز الشحن لمهند بيك، كان نسيانه بالبيت وأنا وديت له إياه. إيه؟ وقتها كان في مرة باليخت وكانت شنتايتها نفس شنتة سمر خانم. ما شفتها لسمر خانم والله، بس كانت نفس شنتايتها. أنا كان قصدي إنه وقتها أخذت معها نفس الشنطة وقت اللي طلعت من البيت. كل هالشغلات ممكن تكون صدفة سهيلة. بعرف قلت لك من الأول ما بدي أحمل خطية حدا. هاي ادعاءات كبيرة مشان شغلة ما شفتيها بعينك. الحق معك، أنا آسفة. وخطيرة. بعرف، بس حبيت تعرفي هالشي. حكيتي لحدا تاني غيري؟ قلت لك ما حكيت غير مع شهيرة، حتى جميلة ما بتعرف ورضا ما بيعرف كمان. طبعا ما لازم يعرفوا، لأنه هالشغلات مو حقيقية، هي جنون. بس
صدقيني وشهيرة هيك قالتي كمان. الحق معك. الزمن هو الوحيد اللي بيحسن انه يشفي الجروح، وحتى اذا ما قدر يشفيها اكيد رح يخفف كتير من وجعها. الانسان مع الزمن بيرجع لنفسه، بيصير يفكر بحاله وبيكتشف وجوده بالحياة من جديد، ببلش يعرف حاله اكتر. هالشغلة ما لها علاقة بالشيء ولا حتى بعمر الانسان، هي نعمة من الله. بظن انك فهمتي قصدي من وراء المقدمة. لميس خانو، أنا قررت إني أتزوج. بدأ يتوضح.